السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي السلسلة بتاعة حل المشاكل من موقع هاكرانك. بنبتدي إن احنا ندوس هنا هجيب اللي أنا كنت حله قبل كده عشان نجيب أول تمرين خالص. هنا ده أول حل. المطلوب مننا هنا إن احنا بس مثال بسيط خالص إن احنا نجمع رقمين اللي هو 7 و3، والناتج بتاعنا هيديني 10. طيب دي هنا المدخلات، ال A بيساوي 2 وال B بيساوي 3، والاوتبوت هيبقى 5 اللي هو 2 × 3 هيساوي 5. لو جينا نشوف هنا الحاجة المكتوبة، هو اعمل هنا تلة مسميها سولفيت ماي فريست، وعامل فيها متغير من نوع انت مسميه ايه، متغير من نوع انت برضه مسميه بي. وهنا بيقول لك اكتب لي هنا الريتيرن، يعني الحاجه اللي هي هترجعها لي اللي هي الاي زائد البي. فهو هو كاتب لي الحاجه اللي انا هكتبها هنا، يعني الموضوع بسيط خالص. هكتب له انا هنا ريتيرن، وهقول له متغير الاسم الاي زائد البي، وهبتدي اللي انا في العالم بتاعتي. لو جينا نشوف تحت هنا، هو عامل السكانر وعامل الايه بياخد السكانر، يعني الحاجة اللي انا ادخلها الاول، وعامل برضو معرف متغير مسميه بي واخد السكانر، ومعرف متغير مسميه صم، وحاطط فيه الدالة اللي احنا عاملينها له فوق هنا اهي، الدالة دي ومختار فيها الدالة اللي هي الايه والبي، وبيقول له اطبع لي الصم اللي هي في قلبيها ال A زائد ال B. فما اجي بقول له هنا run للجوت، يبتدي اهو يقول لي الناتج ده المدخلات 2 و3 والناتج اهو 5. بس نبتدي ان احنا نسلم الاجابة وكده، يبقى احنا خلصنا ابسط تمرين خالص اللي هو اول تمرين خالص ده النهاردة. ده كان فيديو حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.